الست منى بتسأل عن الحلف في المسلسلات في التمثيل يعني، وبتتكلم كمان عن تمثيل الشخصيات الغير مسلمة في المسلسلات. التمثيل وسيلة لتوصيل معاني في قوالب محددة، هو عمل بشري، ليس كل ما يجري فيه بيكون على وفق الجد، لكن هو كوسيلة وسيلة راقية لتوصيل معاني كثيرة جدا إذا كانت مستعملة من جهة الموضوع ومن جهة الشكل ومن جهة الأداء على إعلاء القيم، على حض الناس على مكارم الأخلاق، على التراحم. كل المعاني الطيبة دي لما بتبرز في الدراما، في السينما، في التمثيل عموما كوسيلة لتوصيل المعاني الأصل أن تكون طيبة راقية مهذبة للنفوس، لا حرج فيها وكجهة المعنى ده، لكن بيبقى فيه تجاوزات فيها طبعا، كأي عمل إنساني في الدنيا له ما له وعليه ما عليه. فهناك ضوابط مهمة لابد أن تراع، من ضرورة مراعاة البعد عن الممنوعات اللي هي قد يعني يحاسب عليها الإنسان بالمعاتبة أو بعقوبة أو ما شابه ذلك. أما بالنسبة للأيمان، الحلف اللي بيجري في المسلسلات، هذه الأيمان فيما يعني والله تعالى أعلى وأعلم تجري مجرى اللغو في الغالب، لأنه لا يعنيها ولا يعقد قلبه عليه، إنما هو يقولها لأداء الدرامي، فهي من اللغو ليس فيها شيء على صاحبها. أما بالنسبة لتمثيل الأدوار، يبقى مسلم بيمثل أدوار غير مسلمة كاب شخصيات دينية غير مسلمة أو ما شابه ذلك، لا أرى في ذلك شيئا، لأنه هو بيأدي المعنى المطلوب إنه يوصله، ولا بد إنه يبقى في المجتمع في مسلمين وفي غير مسلمين، وفي النهاية العمل الدرامي أو السينمائي بيعبر عن حياة الناس سواء في الماضي أو في الحاضر، وحياة الناس فيها مسلمين وفيها غير مسلمين، فلا أرى في ذلك شيئا إذا شاء الممثل أو الممثلة بقيام بدور شخصية غير مسلمة، لأن الدور يتطلب منه ذلك، إذا لم يتطلب ده خروج عن الأمور المأمور بها شرعا، بتمثل وبتؤدى في صورة تؤدي المعنى المطلوب، ولا شيء في ذلك يا صاحبة السؤال، لأنه دور غير مقصود، هو بيمثل، اسمه ممثل،